راني جيتو بالخف، راني رايح باش ما نطولش عليكم. اليوم جبت لكم كسره المخلع ولا كسره الشحمه تاع ناس الصحراء، تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه ونتاع صيف وتجي هايله تشبه للمحاجب. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناه وصفات اسمر. اليوم راح نديروا هذه كسره الشحمه ولا المخلع. جبنا حوالي رطل نتاع بصل، ولا نتوما البصل ديروا حسب الكونتيتي اللي راح نخدموا. انا درتو كونتيتي بزاف كثروا بصل، ولا درتو كونتيتي صغيره ديروا كميه غير صغيره فقط، يعني رطل تاع بصل، 4 حبات تاع طماطم ولا 3 حبات حسب الكميه نتاعكم، 2 رصان حار ولا 3 كما تحبوا الحار انتوما الحار، هنا استعملوا اختياري. انا جبت حوالي 4 سنات ولا 5 سنات نتاع الثوم، نقيتهم كذلك وحطهم في الماء هذاك تغسل، 4 كذلك ولا 3 حبات تاع زروديه جزر زروديه. رايحين اول خطوه نقوم بها رايحين ناشيو ولا نفرموا هذاك البصل نتاعنا، نزيد معاه الثوم، يعني كل شيء نرحيوه في الاشوار نتاعنا. راح نجيبو كسره ولا كسرونه ولا مرميطه نحطو فيها هذاك البصل نتاعنا، راح نجيبو الرصان تاع الحار كذلك ونحطهم يترحوا. لازم الحوم يعني يجي شويه خشين ماشي رقيق رقيق بزاف، يعني كيما نقولوا يجي باين البصل تاعنا باين. هنا راح نجيب هذاك الجزر نتاعي وراح نديرو بالسكرفاج، يعني نبشرو مبشور تاع الجزر، يعني عتبنا بزاف شباب في هذا الفارس ولا هذا الحشوه نتاع هذا كسره المخلع ولا كسره الشحمه. حطنا فيه البصل، فلفل الكحل، وراح نحطو حطينا الملح، الفلفل الكحل، راح نحطو شويه راس الحانوت، وراح نزيدو نديرو فيها ان الفلفل العكري. كثرت شويه درت زوج مغارف نتاع قهوه فلفل العكري، يعني الحمار باش جينا حمراء. انا ما كانش عندي الشحمه تاع الجمل، يعني درت الشحمه تاع الغنمي، الشحمه عاديه درت كميه صغيره وحطيتها لداخل، ودرت حوالي فنجل تاع الزيت ونحطها تتقلى على النار هاديه. من جهه اخرى الحبه تاع الطماطم رايحين نرحيهم، نخلوهم يترحوا مليح 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 في هذيك الاشوار نتاعنا، ايه ريحيهم في الاشوار ولا سكرفجيهم بالسكرفاج. من جهه اخرى لافارس تاعنا ولا الحشوه نتاعنا راهي تتقلى دائما على النار هاديه. الوقت نشوف البصل تاعنا الذبال راح نفرغوا عليها، الطماطم تاعنا اللي كنا كيف كيف رحيناها ونخلوها كيف كيف تتقلى دائما على النار تكون هاديه. راح نجيبوا مغرف تاع عشاء ماكله معمره مليح طماطم مصبره ونقلوها معاها ونخلوها تتقلى، ومن بعد نطفيوا عليها النار. من جهه اخرى ولا من طريقة ثانية باش نخدموا العجينة تاعنا، هنا شدينا كيلو نتاع فارينة، كيلو نتاع فارينة حسب لا كونتي تاعكم. انا درت هنا كيلو ورطل نتاع فارينة، يعني اذا كنتو تقدروا تخلطوها ديروا فارينة ودقيق، يعني فارينة ودقيق لرطب. انا راني زدت رطل نتاع فارينة، واللي يحب يدير فرنة يدير فرنة واحدة. حطيت الملح، حطيت خميرة تاع الكسرة، مغرف خميرة تاع الكسرة، وحطيت فيها حوالي 4 مغارف نتاع زيت، ودرت فيها مغرف صغيرة نتاع سكر، مغرف صغيرة نتاع سكر باش تنبلنا في هذيك الكسرة نتاعنا، يعني خلطتها بشوية ماء وخليتها لمدة 5 دقائق، ومن بعد يعني باش تتفاعل هذيك الخميرة نتاعنا، ومن بعد راح نفرغوا عليها الماء ونكملوا نعجنوها وندلكوها جيدا. كما قلت لكم هذه الكسرة نتاعكم تقدروا ديروها غير بالفرنة، تجي خفيفه بزاف، تحبوا تكون شويه مقرمشه ديروا لها الدقيق، يعني تخلطوا نص فرينه ونص دقيق وتعجنوها كما راكم عجنتها هنايا، عادي طريقه عاديه جدا، وتدلكوها مليح 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 مليح. راح نرجعوها في الجبنه نتاعنا ونديروا رشوا عليها فرينه ونغطوها بالسربيطه ونخلوها ترتاح يعني مده واحد الربع ساعه، ومن بعد نعاودوا نحوها ونشكلوها كريات صغار. يعني الكريات تاعكم هنا ديروا كريات مزدوجين، يعني ديروا زوج 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 زوج، يمشوا غير بالزوج الزوج، على خاطر راح نديروا طبقه من تحت وطبقه من الفوق باش يجونا اسوا اسوا. نخلوها كذلك يعاودوا يرتاحوا، نرش عليهم بفرينة باش ما يتلصقوناش، ونغطوهم ونخلوهم لمده 4 ساعه. اشوفوا هنا الشحمه هذيك اللي ذابت لي تما، كاني قطعتها صغيره خلطتها مع الحشوه تاعي وخليت الحشوه هي بردت. لازم هي الاولى ديروا الحشوه باش تبرد لكم. واش راح نديروا؟ شوفوا هنا لازمكم الغربال، الراعي الرسمي في هذا الكسره نتاع المخلع ولا كسره الشحمه نتاع الناس الصحراء يخدموها بالغربال باش تجي على حبه. الاولى راح نفتحوها، نجيبوا العجينه الكوريه الاولى، نرشوا بفرينه مليح من تحت ما تلصقناش، ونبدا نحلوا بها بالحلال على شكل دائري ونحطوها فوق الغربال، ومعليش كيكون الجوانب تاعها طايحين على الاطراف ما يهمناش. دوك نوريكم الطريقه الاخرى، راح نجيبوا الكوريه الثانيه ونفتحوها نفس الشكل، الشكل تاعها يكون دائري
هنا كيما راكم تشوفون فتحوها يعني ما تكونش خشينة وما تكونش رقيقة بزاف. في الوسط راح نجيب الحشوة نتاعنا فوق الأولى، يعني اللي حطيناها فوق الغربال راح نحطو فوق منها الحشوة. الحشوة تاعنا تاع بصل وطماطيش بنا فيها واحد واحد المذاق، واحد الريحة تخرج منها ما شاء الله. نفدو العجينة اللي حليناها الثانية ونحطها من فوق، وبالحلال نسوي الأطراف تاعها كما راكم تشوفوا مليح مليح هنايا. شوفوا كيف سوينا الأطراف تاعها، راهي باش جينا قد قد جينا متساوية. ونجيبوا الزيت، الزيت عادي، ونرشوها من فوق غير بشوية تاع زيت باش تعطينا الحمورية ولا تجينا حمراء، تجينا شابة في كي نطيبوها على الطاوة. من جهة أخرى الطاوة تاعي راني حطيتها سخنت، شعلت لها النار قاوية مع الأول، ومن بعد كي نجي نطيبها نقص لها النار فقط، يعني نقص لها النار ونخليها تطيب غير بعقلها. كما راكم تشوفوا حطيتها زيت من فوق، زيت الطبقة الفوقانية، زيت رشيتها بشوية تاع الزيت وعاود تقلبتها من الجهة الثانية لين تحمر من جهتين. هكذا باش تكون تحمركم مليح. هذه قرصة ثانية، دائما الوجه الأول مع الأول ندير له الفار الزيت ومحد نحطها، ومن بعد الدوزيام نزدرش عليها الزيت ونقلبها. هكذا نتحصلوا على كسرة المخلع ولا كسرة الشحمة كما يعطونها ناس الصحراء من جهة بشار، تندوف وأدرار، يخدموا هذا الكسرة كما تشوف يخدموا كسرة اللي يقدموها تحت التراب. كما راكم تشوفوا هنا راهي جايه بزاف بنينه، سهله وهايله وتجي خفيفه ما شاء الله ما شاء الله، وتجي شغل كمال البونج. ما تنساوش خاوتي خياتي تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنساوش بالدعم والبارتاج والاعجاب، وان شاء الله تجربوا هذا الكسره، كسره المخلع ولا كسره الشحمه، راهي بزاف بنينه وهايله هايله ما شاء الله. ما تنسوش دعونا لدعوة الخير، دعوة الخير.